تؤدي الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل واجباتها استنادا إلى قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية. وفي هذا الإطار يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في إطار توفير رعاية صحية متكاملة للنزلاء بإشراف من وزارة الصحة. قام عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بزيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في جو، اطلعوا خلالها على الخدمات المقدمة للنزلاء والمنشآت الجديدة التي تم افتتاحها في إطار إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان. كما اطلع النواب على الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا والتي أثبتت فعاليتها في التعامل مع الموقف. يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه نقل الحالات القائمة من مركز إصلاح وتأهيل النزلاء إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة للحجر الاحترازي والمنتشرة في البلاد، حيث يتلقون الرعاية اللازمة حسب متطلبات وضعهم الصحي وبإشراف وزارة الصحة. كممثلين لشعب البحرين وأعضاء في اللجنة المختصة قمنا بزيارة لمركز الإصلاح والتأهيل، لما رأيناه بصراحة كان مفخرة تضاف إلى الإنجازات الكبيرة لحقوق الإنسان في العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المفدى. رأينا تمسك وتطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى، على مستوى جدا عالي. رأينا عزل المخلطين في مباني منفصلة، رأينا كذلك عزل جميع المصابين في مباني في تحت إشراف وزارة الصحة في مغر يكون تحت إشراف الوزارة المعنية ووزارة الصحة. طبعا اليوم المركز الإصلاح والتأهيل يقدم الكثير من الخدمات المتميزة على الجانب الاحترازي والجانب الصحي لجميع النزلاء. ولله الحمد تم التأكد من كل الإجراءات والتطابيق التي تطبقها الإدارة والاطلاع عليها عن قرب، وعملنا أيضا جولة ميدانية وتأكدنا بالطريقة التي يتم فيها عزل المخالطين وترتيب الأمور، والأكثر يعني اطمئنانا كل هذه الزيارة أتت من يعني شعورنا بالمسؤولية كوننا ممثلين للشعب لكي نطلع عن قرب ما هو حاصل وننقل إلى أولياء الأمور لنطمئنهم. احنا اليوم في لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، ارتئينا أن نأخذ جولة على الإصلاح والتأهيل في البحرين. طبعا أخذنا هذه الزيارة بعد ما سمعنا بتلك الأبواق والإدعاءات على البحرين وعلى سجون البحرين، ارتئينا عكس ذلك ولله الحمد، وهذا الفضل الكبير يرجع لله سبحانه وتعالى ثم للرعاية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولمعالي وزير الداخلية والجهود اللي تقوم فيها وزارة الداخلية من رعاية صحية للنزلاء. اليوم في زيارتنا هذه تمت زيارة السجون وزيارة العيادة الصحية والجميع الأماكن، شفنا ولله الحمد عكس ما يقال، وهذه رسالة أنا محاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، أن احنا رأينا عكس ما يقال فحوصات دورية تقام كل يوم على النزلاء أو على اللي يدخلون دار الإصلاح من عمال ومن كاترينج ومن كل الأمور. غير ذلك اللقاح موجود في دار الإصلاح والتأهيل، موجود لجميع النزلاء. تأتي زيارتنا اليوم إلى مركز الإصلاح والتأهيل التابع لوزارة الداخلية للوقوف على مجمل المغالطات ومجمل ما ذكر على ما يحصل في هذا المركز، وهي من ضمن زياراتنا الدورية اللي نحرص على التواجد في هذه الإدارة وفي هذا السجن بالتخصيص. ولكن ما لمسناه اليوم وما شاهدناه بأن هذه الإدارة تقوم على أكمل وجه فيما يتعلق بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا وهذه الجائحة التي ضربت العالم أجمع. شهدنا معهم من بداية هذه الأزمة بوضع الاحترازات والخطط كاملة للوقاية من دخول هذا الفيروس إلى هذا المركز، ولكن
شاء القدر بأن بعد مرور أكثر من سنة بالمحافظة بدخول هذا الفيروس، وهذا شيء طبيعي ومتوقع كما هو شهد في أكثر سجون العالم التي انهارت المنظومات الصحية فيها بسبب انتشار الفيروس، ولكن لله الحمد والمنة نحن ننعم بقيادة واعية من سيدي وزير الداخلية في إعطاء التوجيهات الأساسية في احتواء هذا الفيروس للمصابين، وتم إعطائهم كامل حقوقهم الصحية في العزل، ومن ثم بدأت الحالات بالتشافي إلى وصلنا اليوم إلى أقل من النصف من أعداد المصابين، والله الحمد والمنة لم تظهر أي حالات جديدة. يأتي ذلك في إطار التأكيد على كون مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تعد جهة إنفاذ للقانون مفتوحة أمام كافة المنظمات الحقوقية، وبما يجسد الالتزام بحقوق الإنسان واقعا وممارساً.